مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج رشيد رشيد شو، حلقه جديده وضيف جديد. اليوم حاضره معنا نجمه مغربيه اللي تالقت في الفن الشعبي، هي فنانه عصاميه اللي قدرت بالموهبه ديالها انها توصل لقلوب جميع المغاربه، غنت الشعبي وغنت الراي وبدعت في مجموعه من الاغاني وغنت ايضا بالمصري والعراقي. استقبلوا معي بحراره نجمه الغناء الشعبي الفنانه زينة الدودية. زينة الدودية مرحبا بك. الله يبارك فيك، نورتينا اليوم في هذه الحلقة هذه. الله يطول عمرك رشيد، أنا جاية عند خويا وفرحانة بزاف بهذا الجمهور الرائع الزوين. هو عجبني كيفاش استقبلوك. الله يطول عمرك. أنت دخلتي تبارك الله بهذه الأناقة وبهذا القفطان المغربي وبهذا اللبسة المغربية. عاش بيا وصافي. وغناو قفطانك محلولة لالا. فعلا. هو تبارك الله عليك. هو فعلا. هي تكشيطة وعبارة عن قفطان و والسلام ديالها، وكنشكر ستيليست دليله بن سلام على هاد ما شاء الله عليها، عندها بصمه خاصه بها. وهاد هاد الكوليكسيون اختاريتها من ديال شريهان لانها يلا خدمت معاها، وكنهدي لها تحيه خاصه وتحيه خاصه لكل واحد كيخدم على هاد اللباس المغربي صراحه. انت زينة الدودية معروف عليك انك دائما في الحفلات ديالك داخل ولا خارج ارض الوطن. نعم. دائما كيكون الحضور ديال القفطان المغربي ضروري. معك ضروري كنعتزوا بهذا التراث ديالنا. اكيد اللي قالوا ديالهم هو شهدوا من اهلها. أيه. وقالوا انه القفطان منين جاي، قالوا جاي من الرباط، جاي من فاس. أيه. يعني جاي من المغرب. تلقوا لنا هذه الاغنيه عافاكم، تلقوها لنا. تلقوا لنا هذه الاغنيه. هذه مغنية جزائرية كتغني على القفطان وكتقول من جاك، جاني من الرباط، كتقول جاني من فاس، كتقول جاني من كل نواحي المغرب معروفة. تبارك الله عليهم. وكل مدينة بدعات في القفطان المغربي. أكيد. على 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 أكيد أكيد على اختلاف طبعا الثقافات ديالنا والتنوع ديالنا. أكيد أكيد القفطان يعتبر أول حاجة اللي كيعتز بها بعدا. أنا كفنانة مغربية أول حاجة كنعتز بها هو لباسي، ولباسي هو القفطان المغربي. يعني باش كنقول أنا مغربية القفطان ديالي كيهضر عليا. واخا شي ناس بغاو ينسبوا لهم ماشي غير القفطان، القفطان كسكسو زليج معليش. شوف كل حاجه باينه، وقال لك البيض باين، الكحل باين، غير اللي بغى شويه يزرق الاحمر بيرا كل حاجه باينه. تماما الناس كتبغي تسلى وصافي. تسلى كتبغي تسلى.
كاينه اللي كتبغي تسلى. زينة الداودية نورتينا في الحلقة ديال اليوم. اليوم غادي نتعرفوا على الجديد ديالك ان شاء الله، وغادي ايضا نتكلموا على المسار ديالك اللي كان حافل بالعطاء وفي بزاف ديال الاغاني تبارك الله. مرحبا. الفن الشعبي المغربي، انت من الفنانات تبارك الله اللي عطاو كثير للفن الشعبي المغربي. الى تكلمنا على الشعبي كنتكلموا على النشاط. انا بدا غير كنشوفك كيشدني الحال وكنبغي نشطح. شطح اخويا شطح. ودابا دابا زينة الداودية ملي كتشوفوها كتبان لكم مكالمية، كتبان كالم وهادئة، ولكن غير كتطلع للخشبة كتنوض العجاج. وضروري ضروري، راه خصني نسي الناس في الهموم، وخصنا ننشطوا جميع ونفرحوا جميع. وأول حاجة كنوصي عليها البيبليك ملي كنطلع كنقول لهم اللي عنده شي هم خليه على برا. دابا حنايا نشاط نشاط، وهذاك الشيء علاش الحلقة ديالنا اليوم غنبداوها بالنشاط إن شاء الله. أكيد أكيد أكيد. ملي كتمشي لاي مدينه ولا اي دوله تبارك الله، تلاقينا مؤخرا في ميلانو في ايطاليا، وكيف تتعامل معك الجمهور، كيف تتفاعل معك تبارك الله الاغاني ديالك، شنو الاغنيه اللي كيطلب لك الجمهور بزاف دائما؟ بزاف الاغاني، ولكن مؤخرا دابا يحن مولانا اكثر حاجه كنقدر نعاودها حتى ثلاثه المرات. شدي ولدك عليا، انت يا واعر واعر، انت يا دونجي. وعرفتي شنو؟ غنبداو بالحلقه بنت يا واعر واعر. مرحبا. حيت انت يا دونجي. ناري حاشا. يلا تشيخه مراكشيه. بارك الله عليك زينة الداودية، كيف شفتك الحفلات تبارك الله في المغرب وخارج المغرب، ودائما كتخلقي جو زوين. انا بغيت نسولك المعاناة ديالك. نعم. كوحده كتغني الشعبي فين ما مشيتي كيقول لك غني لينا. اكيد انا بعض المرات كنكون كناكل كيقول لي غني لي، وانا كناكل ما عرفتش كيفاش غندير، غنضغ ونغني. دابا تخيل كتاكل واحد الفنان دابا الممثل مثلا ما كيتلقاه تسلم عليه تبارك الله عليك نصور معاك مشى. انت تلقى معاك اختي زينه غني لينا. عافاك ديك القطعه ديال لامي ما عرفتي راه كي يا خويا الله يهديك احنا في المقعد. اغرب بلاصه سولوك الناس طلبوا منك اغاني، شي بلاصه ما تنسيهاش ولا شي مره؟ كنت مشيت نعزي كاع والله. مشيت نعزي وجاتني بيزار طلعت عند الناس وحق الله، طلعت عند الناس عزيت درت الواجب ديالي، نزلت للطوموبيل تبعتني بنت السيده اللي الاخت ديالها توفات، وتقول لي عرفتي يا اختي راه ديك دابا يحن مولانا كيفاش درتي ليها؟ ها الحار لما قول لي غير مقطع الاخر. قلت لها حشومه هو، انا قلت لها حنا في الطوموبيل زعما راه ما كاينش واش غدير ما
ماشي مشكل ماشي مشكل. كتعاني بصحاب؟ لا بالعكس، انا ما كنعانيش، غير بعض المرات كنكون مريضه ما كنقدرش نقوم بالواجب مع الجمهور. مي حنا ماشي ملك نفسنا، حنا ملك الجمهور اكيد رشيد. خصنا نضحكوا لي في وجهه، خصنا نكونوا معاه بيان سور. يعني حنا شنو الدور ديالنا؟ كل واحد عنده الدور ديالو. الدور ديالنا حنا في الحياه هو ان نديروا الخاطر الجمهور، باسكو حنا بالجمهور باش كنا حنا، باش تخلقنا حنا، وباش والله ما ولكن مرحبا. ولكن جاتني واحد الخبر كتقول بان زينة الدودية ملي كتخرج الشارع المغربي، نعم، كتخرج الشارع حتى في برا، نعم، كتخرج بالنظاظر والكاسكيت ديما والكمامه وكيعرفوني. ما كاينش المغاربه كيشموك زعما، ما كاينش كيعرفك واخا النظاظر واخا الكاسكيت. انا من صوتي سبحان الله، من صوتي اي كنهضر صافي. زينة الدودية لا، ولكن الحمد لله محبه الناس شي حاجه. انا كندير الكاسكيت غير الا كنت عيانه ومريضه ولا غتقدر شي غرض بالزربه ونرجع. حتى بغيتي تصور خصك تكون لابس مزيان وتكون مقاد وتكون كيف ما كيشوفوك. ولكن زينة الدودية يقدروا الناس يتلاقاو معك مثلا في شي مارشي في شي سوق شعبي. انا شعبيه، انا ما كنتقداش، ولكن انا شعبيه جدا لاقصى درجه. لا ما كنتقداش والله، ما كنعرفش، ما نعرف نتقدم، ما نعرف نطيب، نكذب. اوه والله ما كنكذب. تربي رجاله زينة، واش غندير؟ ما هكا الشيء اللي عطاني الله. سمحوا لي اللي كان ناوي. شوف كندير كندير اومليت، كندير اومليت، كندير اومليت، كندير اومليت انا كنعرف نديرو. اومليت انا ونديرو بلا اشكال. كندير الفريت مادام غيموتش بالجوع، مالك؟ كندير الفريت، كندير اتاي، اتاي كندير واعر. قولي والله واو، وشوفوا عقلتوا على خير. عقلتوا على خيلوطه؟ خيلوطه كتجيب حتى شويه الحمون هذيك نعرف لها. خيلوطه خيلوطه زوينه. واش هنا عرفتك شعبيه؟ لان هذه اكله شعبيه كانت كدار في مناسبه العيد الكبير. دابا في العيد الكبير كان الوالده ديالي مسكينه الله يحفظها ليا كانت كتشري لي طاجين ديال الحديد وكتشري المجمر وكنقول لها الفاخر، كنقول لها ما كنرضاش شي حد يجيب لي شي حاجه. وحنا كنا كتعرف على قد الحال، وكنخرج للسيكتور وكيجيو بنات الدرب ديالنا ولا الدرب ديالنا، كل واحد كيجيب هذا الحمار، هذا بطاطا، هذا تخيل وكيعمر الطاجين وكيبدا كيشيط داك الشيء وكيجي بنين. كل واحد كيجيب اللحم ديالو. خيلوط، علاش مسمينا خيلوط؟ لان مخلط فيها ديال داركم ديال دارنا ديال والله ما تحرموش من هذه القضيه، ديروها محدكم باقي صغار وجربوها غتعجبكم بزاف بزاف والله والله صراحه. العيد الكبير، شنو الذكريات ديالك في الحي اللي كبرتي فيه؟ كيفاش عشتي الطفوله ديالك زينة الدودية؟ انا بعدا تزدت في عرفه، فلت عرفه نهار كبير عند الله. يعني تزدت مع العيد الكبير، الاب ديالي الله يرحمه كان ذبح لي جوج حواله ديك الساعه، اللي ذبح جوج حواله راه شي حاجه. وانا مجنونه على انا لحميه، يعني كيعجبني اللحم، كيعجبني الذبائح بزاف. يعني انا لحمه لحميه ماشي لحمه. لا واش يقول لك هذا عاشب ولحم زعما؟ واش ماشي يعني عزيزه ليا بحال دابا مثلا فكرتيني بواحد القصه بغيت نعاودها لك على قضيه اللحم. انا كنت نقرا في لافاك وكان عندي واحد صاحبي عندهم واحد الدار في الصويره ديال والديه. وحنا ما كان عندنا لا قد الحال، ما عندناش ديك الساعه شويه، المهم الحمد لله باقيين شباب ما عندناش فلوس، ما عندناش ما خصناش. قال لي شوف كان العيد كبير، وقال لي مور ثاني عيد غنسافروا نمشيو للصويره لديك الدار نجلسوا فيها. قال لي غتجيب اللحم من شويه اللحم من عندكم وشويه اللحم من عندنا ونمشيو نطيبوه. جبت اللحم انا حليت الفريكو بان لي الهبره اللي مزيانه جبتها معايا، جابوا اللحم ديالو مشينا للصويره. النهار الاول تنطيبوا اللحم، بدينا باللحم ديالو، النهار الاول الطاجين ديالو، الثاني الثالث وصلنا للحم ديالي حمر كيبان حمر في لا شحمله ولا الهبره. ايوا مع جبته كونجولي. ملي حليناه لقينا الوالده كانت مطيشه كتحكها وكتجمدها في الفريكو. والله لا والله العظيم مسكينه. قال لك كملنا ديك ثلاث ايام مطيشه والبيض مزيان الحمد لله بخير. اللحم الحمر هذا مع صديق ديالي ابراهيم تنحيي، راه مسكين عاقل على هذا الفقر الشجاع. تحيه ليه تحيه ليه. دونك الطفوله دوزتيها في الشعبيه؟ اكيد دوزتها في الشعبيه، دوزتها في كبرت مع انايا كانت كالوالد الله يرحمه مسكين. انا كنت محمقاه ديما كيلقاني في التيران اللي ورا الدار. كتجيبي التبريد؟ لا ديما كنجي صباحاني فيهم الدم، ديما فيهم الدم. وكنلعب حفيانه عرفتي كنت حربيه. كنت كنلعب وكانوا كيضربوا عليا مسميني ابرامي. والله العظيم
كانوا كيضربوا عليا الفراقي وما كيشوا عند باكي يقول لي واش انا عندي مارادونا. حسيتي كتلعبي مزيان. واش انت سيرو كيقول لي راه ما عنديش مارادونا راه دري كيقول لي لا الله يرحمك الوالدين با الميلو تيخليها تلعب معانا. شحال من تورنوات دينا وانا باقا صغيره زعما طفوله دازت. انا كنت سمعت في فريق النسوي بيان سور كنت في عصبه الشاويه كنت في المنتخب لعبت في امجاد سيدي عثمان لعبت مع النجم الاحمر كونت فريق كنت رئيسه منتدبه فيه ديت البطولة ولكن ما قدرتش نوفق ما بين الغناء وما بين الكرة ولكن انت كازاوية كنعرفك انا كازاوية ديما واش غادي نقول لك بغيتي دير لي المشكل وصافي ياك انا يا صراحة انا ديما حمراء تنموت مع احترامي لكل الفرق انا حتى لو كتكون لاعب شي فريق اخر انا كنآمن بالروح الرياضيه تماما ما كنآمنش بان الانسان يحقد على شي فريق اللي هو ماشي الفريق ديالو عادي الا لعبات اي فرقه لعبات مزيان صفق ليها بالعكس انا الا الوداد ما لعبتش مزيان كنتقلق وكنقول من حقها تخسر كنقول صاي الوغ اشنو غادي نديرو زعما ملي كيقول لي لا وعلاش تخسر كيفاش واخا كنربح كنخساره عادي ولكن ان شاء الله هاد العام ندير البطوله ان شاء الله ان شاء الله تبعتي طبعا انت بحالك بحال جميع المغاربه نعم. التالق ديال المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم اكيد انا بكيت انا بكيت انت كوريا مشيت واش غادي نقول لك رشيد راه كان حلم وتحقق راه كان فينا واحد ما عرفتش كيفاش نخرج داك الشيء اللي كنحس به ملي كنت كنحس بحال حنا كنا في واحد الحاله نفسيه خايبه وجاب لنا الله الدواء وكان السبب الاول هو الفوز ديال المنتخب وصلنا فعلا ديك الكلمه اللي كيقولوا راه كنا كنحلموا تلقينا راسنا راه فعلا راه ما عمرنا ما كنا كنتخيلوا انه المغرب غيوفق الله ولكن برضات الوالدين الحمد لله وبالقلب ديالنا الحمد لله وبالنيه اكيد انا دائما كنت كنهضر على النيه رشيد وانت كتعرف النيه هي اللي كتربح واخا هذا الوقت شويه ولينا كنشوفوا الناس ما بقاتش كيف زمان فقدنا بزاف الحوايج فقدنا الجلسه ولا كلشي بورطابلات ما بقاش النيه ما بقاش الحلاوه ما بقاش التفاهم الكوميونيكاسيون ما بقاتش اخويا وليتي كتجلس دابا هذا شاد التليفون لا سا سفي با نديروا واحد الوقت نجلسوا مع عائلاتنا شحال حاجه كانت زوينه رشيده كنت كتكون عاجلس في الدرب وكتلعب غير مع الدراري كارطه ولا كتلعب على النقل ماعرفتش كيقولوا داك الشيء وعايش الالعاب اللي لعبتي في الطفوله انا لعبت مع الدراري حيت عندي خمسة خوتي دراري انا لعبت مع الدراري خوتي تيمساكن لعبت النق لعبت الترومبية لعبت البي لعبت زينيفري زديديدي زديديدي الحبل الكاري لعبت كل شيء انا لعبت هوك لعبت مع الدراري ولعبت مع البنات كنتي كديري كل شيء الحمد لله تعرفي في الاحياء الشعبيه بروفيتيت انايا في الاحياء الشعبيه كانوا اطفال مثلا بعض المرات كيخرج يبيع شي حاجه حدا الدار ديالهم درتي هذا الشيء لا كنت كنشري مع البنت دربنا الشاميه شحال دريال ديك الساعه جوج دريال والطون كدير الطون وكتوار البلول كتبك بلا كتقول لك هو الطون فينا هو الطون كيف الطون كاين الحرار ولكن كانت ايام زوينه كانت ايام حلوه الله يرد ديك الايام يا ربي امين الله يرد ديك الايام ان شاء الله وحنا هذا طبعا هذا الحس الشعبي اللي عندك هو نعم. جاي من التربيه ديالك وطبعا من التكوين أكيد. ديالك أكيد. اللي حافظتي عليه نعم انت انسانه كيف قلت هادئه كتباني ولكن اللي جبدك واش غنقول لك اللي جبدتك شي وحده اش كتقول ليها يا اختي غير غاري غاري سبحان الله العظيم اغنيه خاصه محضر عند البوليس
هذه جريمه ياك. تبارك الله عليك اختي زينه. انا كنعشق هذه الاغنيه. الله يطول عمرك. ولكن انا شفت زينه الداوديه في مجموعه من الاغاني تبارك الله الشعبيه اللي تعلقتي فيهم. شفتك ايضا فن الراي. الحمد لله. وبزاف ديال الناس كيبغيو فن الراي. اكيد انا انا في الحفله الا ما غنيش سيدتي وما غنيش نسمح وما ننساش وما غنيتش الريبيرتوار ديالي ديال الراي بحال ما درت والو. يعني عندي عتاني كاليتي اخرى يعني لين اخرى. ما كتمشيش الشعبي راه كلشي معاك، ولكن في الراي كاين غير بعض الناس. الراي عنده واحد الجمهور. عندهم ماليه اكيد. عندهم ماليه وعندهم ماليه بواحد الطريقه زعما زوينه. كاينين معنا اليوم عشاق الراي هنا. ها كاينين. اوكي اش نسمعوا؟ راي. راي اليوم. ها اش نديروا؟ نديروا لي بيني وبينها. زينة الداودية تبارك الله. أشهد السلطانة هذه. ها شوية وصافي. إن شاء الله عليك. والله شوية وصافي. زينة الداودية غادي نكملوا لو شو ديالنا، ولكن قبل غادي نشوفوا واحد البورتخي وجدناه لك على المسار ديالك. مرحبا. بطريقة خفيفة ظريفة. نشوفوا حالا ونعاودوا نتلاقوا معكم. أوكي. مرحبا بزينة الداودية المصابية من أشهر الفنانات في المغرب، أيقونة الفن الشعبي. هند، الشابة زينة، وزينة الداودية، تتعدد الأسماء والموهبة واحدة. عاشقة لكرة القدم، بدأت مدافعة عن المرمى لتقرر بعدها الانتقال إلى الراي. ولأنه لا يوكل طرف خبز قلبت عليه بهجمة مرتدة وأصابت الهدف في الشعبي. وكما يقول المثل، لالا زينة وزادها نور الفنان، تتخذ الكمنجة صديقة. رحبوا معنا اليوم بالداودية الأنيقة. زينة الداودية، أنت تبارك الله قدمتي أغاني كثيرة. نعم. في هذه الأغاني كانوا مجموعة من الديوهات اللي قدمتيهم مع مجموعة من الفنانين. شكون هو الفنان العربي؟ العربي اللي تبغي ديري معاه ديو؟ اللي كنت كنحلم أنني نغني معاه مات الله يرحمه وحسني. وفي المشاريع اللي دابا حي كنت منا نغني مع ماجد المهندس. ماجد المهندس كيعجبني احساسه. وجورج واسوف السلطان كبير هذاك بصراحه كنحمق عليه، كنظن انه مريض. هادشي اللي انا أيه. الله يشافيه مسكين.
تقدري نطلب منك واحد الطلب شخصي؟ قول لي رشيد شو كتعرفي بانه شويه بعد المرات تكون الطلبات ديالنا غريبه. قول لي تقدري تخلدي لي جورج واسوف؟ بيان سور يتفق على زينة الدودي. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. بارك الله عليك. يبارك فيك. قبلوا علينا وصافي. التقليد بارك الله عليك ما دمت سالك. ها قبلوا علينا وصافي. وتحية للفنان الكبير جورج واسوف. السلطان. سلطان طرب. أكيد أكيد. من غير الغناء واش عمر كان عندك تجارب في التمثيل أو لا اقتراحات أنك تمثلي في شي حاجة مثلا؟ اقتراحات كثيرة صراحة. أنا سبحان الله كنخاف من الخطوة اللي غادي نخطيها لا تخليني ما كنبغيش يوقع لي خلل في الطريق ديالي. تخافي ديري ان فوبا يعني ديري واحد الخطوه؟ لا الحمد لله انا الحمد لله ما عمري ما كنخدي شي خطوه حتى كنضرب لها الف حساب. مي بيان سور تعرضوا لي افلام كثيره منهم بزاف بزاف بطوله مطلقه منهم اللي مشاركتي يعني نكون مع فنانين كبار ما شاء الله وجلسنا وتحاورنا وهذا ولكن ما كيكتبش. ما يمكنش نوفق انا عندي استوديو ديالي كنخدم البومات كنلحن كنكتب كنعزف عندي بزاف ديال الحوايج. سمعت انا مؤخرا تقترح عليك تكوني في فيلم سينمائي. في فيلم البوز. ايه نعم تعرض عليا انا الاولى وعيطت لي كليلة هذه لها تحيه خاصه تحيه لكليلة من العيالات. هضرت معايا هي وتكلم معايا حتى المنتج ولكن انا لظروف العمل ما كتبش. ظروف العمل ولا تخوفتي من التجربه؟ لا 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 لظروف العمل بالعكس انا صيفطت لي السيناريو وكل شيء ولكن انا كما قلت لك ظروف العمل ديالي شويه صعيبه ما سهلاش ولكن تحيه كبيره للفنانه دنيا باطمره ما شاء الله عليها حتى هي راه ما زعما انا ملي شفتها في الفيلم ديال البوز قلت ونعم الاختيار الله يوفقها. سمعناك كتغني الشعبي وسمعناك كتغني الراي وغنيتي ايضا بالمصري. نعم هذه خطوه ما عمرك كنتسناها. خطوه جريئه. كيفاش تقبل الجمهور هذه الخطوه هذه؟ انا زينة الدودية المغنيه الشعبيه تغني باللهجه المصريه. بصراحه انا ولفت الجمهور ديالي على المغامره دائما انا كنغامر كيغامر معايا الجمهور ديالي كنمشيو كل نواحيها. يعني انا بالعكس انا عندي المغامره في حياتي شي حاجه اللي هي زوينه. واش عمرك غامرتي ودخلتي في حيط؟ ندخل في حيط؟ واش عمرك معناه بالمعنى بانك فشل هذاك العمل مثلا؟ لا الحمد لله عمر ربي ما خيبني اللي طلبت من الله زعما تيكون معايا حتى يعني في اكثر الاغاني اللي كانوا صعاب الاختيار ديالهم وخديت فيهم انتقادات اللي هي صعبه ما عمرني ما حسيت بالفشل دائما كنزيد القدام دائما وما الحمد لله ما غاديش يضرني خاطري الا رجعت خطوه للورا غير باش نقاد الوقفه ديالي عادي. يعني الاغنيه المصريه نجحت؟ نجحت اكيد وكنهدي تحيه خاصه لخويا عادل الخزيز لانه مشى معايا لمصر ومشينا على حساب باش نعملوا ثلاثه ديال لي زانترفيو مني عرفوني انا كنعزف الكمانجا وهذا ما بقيتش كنعس في مصر ما شاء الله عليهم. ما عمري شفت زينة الدودية وهذا طلب شخصي اليوم ليها رغم ان اليوم غنطلب منك تغني بزاف المرات. مرحبا انا جايه باش نغني. تغني الطرب بحال اش ام كلثوم؟ لا في يوم وليله شويه يلا ماشي مشكل. تفيقات على زينة الدودية. الله يطول عمرك. Thank you.
ليلى 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 خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. أنا وحبيب حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما يا ما شغلني طيفه. عمري ما شفته ولا قابلته ويا ما يا ما شغلني طيفه. وفي يوم لقيته لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليك سبقني هو وفتح ايديك. علقنا روحنا على بحر جار نزلنا نشرب ودوبنا فيه. ومن يصدق يقرا ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة. برافو 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 هاش شابو اي شويه والله ما حافظها. برافو عليك زينه يسمحوا لي وقبلوا عليا والله. فنانه تبارك الله الله يطول عمرك شويه وصافي مبدعه ما شاء الله عليك هالبركه. هاي مساء الخير وهو مساء الخير توجه. السلام عليكم. مرحبا بجمهور الزين ضريفه. هاي مرحبا بنيتي الزينه. الله يسلمك. جبتي لي صحيبتي يا راشد. هاي سلام إلى جا إلى جا سيدنا محمد الله معاه جا العلي. طول عمرك يا بنيتي وزرقت حاجاك زين. الله يحفظك. قول لي واش هاد التكشيطة مخيطة عند الحسن تاكي ولا لا؟ عند دليلة بن سلام. عند من؟ دليلة بن سلام. دليلة بن سلام؟ نعم. والحسن تاكي رديت لي واحد الجلابة ديال رشيد خرج لي بلاك مهم. حق الله العظيم بنيتي مرحبا بك. انا مخيط لك. نعم كي دايره الحاجه عائشه؟ الله يطول عمرك. الحمد لله لاباس عليها. لاباس صحيبتي. ربي يخليك. انا اللي كيعجبني فيك مرضيه مع مويت. الحمد لله. الله يحفظها لك. امين. وقالت لك قالت لك العيالات كيتلاقاو كيبوسوها وداك الشيء. انت شنو تقدري ديري على قبلها؟ ويلي انا غنزل ندير لها الشوهه في الدرب اليوم. حق مولانا اليوم القايد يحضر كلشي يحضر. راه كتقول انا نازله عندك على صبري. مرحبا بك. صبري انا نازله. صبري شيبانيه. هادشي ها شيبانيه. برك حداها جلسي. ربي ربي ركابي خانوني. الله يا بنيتي شحال مني الواحد يقرب لك كتباني زيانه. الله يطول عمرك. انا اليوم غنغني لك. غني ليا. سمعنا غنغني. سمعوا معايا. يا داودي يا الزينه يا بنتي يا داودي يا الحنينه يا ساكنه في المدينه يا بنتي يا كي جيتك بنتي تبارك الله عليك. كيف انت؟ تبارك الله عليك. رانا كنت مغنيه. ما شاء الله. كيفاش ما شاء الله كنتي مغنيه؟ قولي لك تبارك الله فين هنا بلاصه غنيتي فين؟ غنيت في عرس ولد اللوبي. شكون اللوبي؟ ما تعرفيش اللوبي؟ دخلت عليك مزابيه وما تعرفش ولد اللوبي. شكون نهار غنيت بنتي في عرس ولد اللوبي؟ تخيلي معايا طلعت بهذيك العلوه ديال الراقوبي. كتعرفيها؟ لا كنتي باقا ما تزتيش ياك. قديمه الحاجه قديمه قديمه. بغيت لك زعما شنو هي شارفه؟ لا لا صغيره. يلا عندي 18 عام وليدي. تبارك الله تبارك الله. منين طلعت بنيتي بهذيك العلوه ديال الراقوبي
عمرك شتي الواد ديك الساعه كان الجفاف. الواد سمعني ويحمل دا العروسه دا العريس دا الطيابه، خلاني انا وباك بوشعيب والكوامن مسكينه حقولها ديك الليله كوغطني باك الحاج ياك. ايه صافي مبقيتش تغني. صافي لا صافي ولا اني السواكن ديالك وا مهمتي يا مهمتي جي ديروا ليا ياك. داك النهار رشيد لقاني فوق السطح حدا البرابور. انت ياك كتسمعي السواكن كت لا رشيد ركابي عندي كينوضوا كيفيقوا. وا ديري لها شي حاجه العلوه. سواكن العلوه العلوه صافي يا ما يمكنش ما ديرش لينا العلوه. أوليدي وليدي الغضي العلوة وتعال نوصيك بعد ما يا لحقتي سلمة يا العلوة اللي أتكلمة بين العلوة فين مالك يا ودي شكون باقي حظيك يا العزري عينو عليك يا بخير وكيمياء يا أمس من دافي لنا يا بحال سيدي حسن يا سيادتي التربة خذ حقو بالغربة وخليني نكا وخليني نشكي على زيان جدي يا مسال وما علموني. ويلي 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 اليوم مزاب من ناشطين الحمد لله حق مولانا. انا راه من العلوه. اي من العلوه انت دخلت عليك بالله راه كاع اللي كيلبس الزرق كيكون مزاب حق مولانا. ما انا كنلبس كاع الوان كاع الوان. اه ولكن عزيز ريال ابيض الغادي بالعلوه. انا يا بن حمد. ويلي 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 بن حمد ويلي ويلي تحية الناس بن حمد. تحية الناس بن حمد. اش كيقولوا؟ كيقولوا الغادي العلوه تسنى نوصيك بعدا الا وصلتي سلم. الا وصلتي سلم علاش العلوه لا تتكلم؟ علاش؟ حيت العلوه دابزنا عليها هاد البلاصه شريفه، هاد المكان هو شريف، كان دابزوا عليها مزاب وولاد حريز. هي فاش خداو ولاد حريز خداو مولاي عمر وحنا خدينا العلوه. حنا مزاب معروفين بالنشاط والكوميساري. لا لا ماشي حنا ولك لكن لا بالعكس مزاب معروفين بواحد الحاجه. شوف ما ديش عليها راه كتخرج الدنيا. هاني مرحبا بها ما كاينش مشكل. مسكينه بنت عمي الحاجه شربتي الدواء ديالك ولا مازال؟ ما تخافش انا باقي ليا منين سمعت الدواء ديالي قلت نتعطل. مرحبا مزاب معروفين بالنشاط والعرس ملي كيدار كيدار سيمانه رشيد والعريس كنركبوه على الخيل وإلا مشى في الحنه وما عرفش يركب ما كيديش العروسه. هادو هما الطقوس حتى كيتعلم يركب عاد كيجي يدي العروسه حتى يكون خيال ولد خيال. خلينا من خيال وقولي لي دعوة العلوة كتخرج؟ ها؟ كتخرج ثلاث أيام. لا ما عرفتش رشيد. نعم تقلقني. ناري 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 نفضني جان العلوة. ناري 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 ثلاث أيام ما تعطلش. لا أنا درويش. أنا راه قلت أنا درويش. شتي راه داك النهار قلقتيني جلابة خرجت لك بلاك مي. ياك ياك شتي رشيد. أنا متي بالله. أنا مزوك لما تهلا ليا بنت عمي. كوني هانية. صلاة صلاة على الله يسلمك الله يسلمك. بارك الله عليك وتبارك الله عليك حسنتي زينة الداودية. الله يبارك فيك. دابا ما غنهضرش مع زينة الداودية دابا غنهضر مع هند الحنوني. نهاري مهمتي بديتي تاني ندخلوا شوية عند هند. مرحبا هند. ملي كيطفاو عليها الاضواء زينه الداوديه ملي كيطفاو عليها الاضواء والكاميرات وهند ملي كتشوف وجهها في المرايه اش كتقول بعيدا عن الاضواء والكاميرات؟ هو حتى واحد ما مرتاح رشيد ماشي الانسان كيف ما كيبان كيف ما كيعيش. اي واحد فينا ملي كيشوف في المرايه كيشوف عيوبه اول حاجه. نعم. كيهضر مع راسه كيقول علاش علاش مثلا درت هكا وعلاش ما درتش هكا علاش مثلا الحاجه اللي يعني اللي كتضرني بزاف هي فراق با الله يرحمه فراق اختي الله يرحمها. لان هادو هما جوج الحوايج اللي هرسوني في حياتي ما باقي الحمد لله. يعني الانسان كيشوف عيوبه كتعاتبي راسك مره مره؟ اكيد دائما. انا عندي ضمير هو اللي هو اللي كيعذبني. يعني انا غير الا هضرت مع شي واحد ماشي مزيان كنبقى نقول علاش ما هضرتش معاه مزيان علاش درت هكا واخا هو غلط كان عليا ندير بحال هكا وكنبقى نحقق بزاف داكشي اش كن كنمرض. شنو الحاجه اللي كتفرحك؟ فرحت ميمتي وبنتي واخوتي واهلي واحبابي والناس العزاز عليا. الفنان بعض المرات كيمشي عند الجمهور زينه الداوديه كنشوفوها فرحانه كطالعه كتغني ولكن بعض الاحيان الفنان كيصطانع هذيك الفرحه. اكيد واخا يكون الحزن الداخل ديالو واخا يكون داز من شي مرحله صعيبه ولكن انت عندك واحد الالتزام خصك تطلع خصك تفرحي دوك الناس. اكيد واش كتعيشي هاد
هاد الحاله هذه 80 فيا. كيفاش كتكوني كتحسي وانت خصك تضحكي والداخل ديالك مأزم؟ الدور ديالنا هو اننا نضحكوا في وجه الجمهور كيف ما قلت لك، وان احنا عندنا واحد لوغول هو انك انت جيتي باش تنشط الناس، ما جيتيش باش تقلقهم، وما عندهم اللي كافيهم. مشاكلك الخاصه بك خاصه بك. انا ملي كنتقلق على هند او عندي حزن وانا حازنه لراسي، ماشي هي الدوديه، هند بوحدها، الدوديه بوحدها. الدوديه ملك الجمهور، هند ملك نفسي. يعني ملي كنطلع سيغسان واخا يكون عندي هم الدنيا والاخره، هذوك الناس جايين باش يفرحوا معايا، باش ينشطوا معايا، شنو ذنبهم؟ تيقولوا بان الالم تيكون مضاعف حينما تتصنع الفرحه. اكيد راه قال لك الفنان شمعه كيدوب كيضوي من اجل الاخرين. كتنور وكتضوي على غيرها، ولكن هي كتدوب عادي، هي الحياه. كتجلس مع راسها زينه الدوديه بعض الاحيان وكتقول عييت من هذا الفن والاضواء والشهره، بغيت نكون انسانه عاديه. بالعكس، لا ما لا. بالعكس، لانه ما كان يعني الطريقه ديال العيش ديالي انا كنعيش، باش نكون معك واضحه، كنسافر، كنشوف الدنيا، كنخسر على راسي، عندي النفس على راسي، كضربني النفس على راسي، متصالحه مع راسي. اذا ما نهار غادي يولي راسي صافي، راه صافي. نهار غادي يكتب اني نوقف، غادي نوقف. وبصراحه اليوم غادي نسولك، حاولي تجاوبيني، وهذا الشيء طبعا لا انا معك صريحه اليوم، انا معك صريحه طبعا، انا عارفك صريحه. غير تنقول لك مثلا السؤال اللي عندي لك هو، واش هند حنوني كتشبه لزينة الدوديه ولا؟ نهائيا ما كاينش. نهائيا نهائيا نهائيا، لان انا كهند هاديه، ما كنبغيش الهضره بزاف، تنبغي الانسان يكون نيشان، ما تنبغيش قلت هذا، يعني ما كنبغيش بزاف الحوايج، يعني كنبغي الانسان يكون معايا النيشان. دايره هند دايره بحال الضو، الا غلطتي معها الدوديه لا، الدوديه كدوز. علاش؟ لان خاصها تكون دبلوماسيه، خاصها تكون راقيه، وما تنزلش لواحد المستوى واخا معتدايرها وهذا يقول وهذا يقول، كتقول عادي. باسكو الدوديه كيف ما قلت لك اي مارك، مي هند انسانه. امتى ضروري كتخرج هند، ما كتبقاش زينة الدودية؟ شنو هما اللحظات اللي ضروري خصك تولي فيهم هند؟ ملي كيتعدى شي حد على كرامتي، ملي كيتعدى الحدود ديالو. ملي كيتعدى على كرامتي ما كنبقاش نشعر. شنو هما الحوايج ما تنزلش عليهم؟ انه شي حد يهني. يهينك؟ يهني في شرفي، يهني في ولادي، يهني في عائلتي. ما كنبقاش نشعر، نقدر نبقى لا زينة لا دودية لا هند لا والو. شنو الحوايج اللي كتقدر ديرهم هند وما تقدرش ديرهم زينة الدودية؟ هند كتلبس الشورت، كتلعب الكرة، هند كتمشي مع الدراري للبحر، تقدر تلعب الهوند في البحر، تقدر تلعب الباسكت في البحر، تقدر تركب على الموتور. هند كدير بزاف الحوايج وهي حرة. الدودية لا، الدودية خصها تمشي نيشان وترجع نيشان كيف ما قلت لك. يعني الدوديه ماشي ملك نفسها، الدوديه خصها تكون ديما لابسه مزيان، الضحكه ما كتفرقهاش، خصها تكون كيف ما الجمهور باغيها. شنو سلبات منك الشهره؟ عطاتك بزاف الاشياء، عطاتك حب الجمهور بيان سور، ولكن قلت لك شنو سلبات منك؟ سلبت مني نعاسي، ما بقيتش كنعس، سلبت مني المخ ديالي ولا خدام 24 ساعه على 24 ساعه، لان دائما كنفكر شنو غادي نعطي، شنو هادي، واش هادي غتعجبهم، واش هادي. يعني بعض المرات كنقدر ننعس رشيد وكيبقى مخي مرفوع، هذا هو المشكل. ان شاء الله خير، جلسه مع الحباب وشوفها في الحباب خير. نرجعوا المره اخرى للنشاط. نعم، نخليو هند ترتاح شويه. خليها خويا. ونمشيو عند زينة الدودية. نعم. الجمهور بغى ينشط، شنو وايضا المشاهدين اللي كيشوفونا اللي كنحيوهم من هنا، شي حاجه ناشطه شبيه. ياك بنعسو نعسو، يلا نفيقوا كاملين يلا. شويه الدراري خاص معاهم. سر فر عين جبن خرجة صيد ساعة صيدات اليوم الحد ما كاين حد هي اللي بغات. سر فر
صيد زعل صيدات واليوم الحب ما كاين حب هي اللي بغات والبنات الله يعاونكم والبنات الله يعاونكم والولاد الله يعاونكم والولاد الله يعاونكم بنات بلادي والله يعاونكم والبنات الله يعاونكم والعربيات الله يعاونكم والبنات الله يعاونكم واشتوما واش حالكم واشتوما واش حالكم يا وش تعجن يا عجولكم دخلوا للخيمه وقعدوا له قالينا خرجة صيد سعد صيدة اليوم الحد ما كاين حد هي اللي بغات بارك الله عليكم قلت عجبني أغنية حلفة حلفة بحلوفي حلفة بحلوف كلام ها؟ على كرش ديما كنقولها لك أنا على فكرة ديما كنقولها لك ديما كنقولها لك وأنا كندير مع زينة إلى الخير أنتم مشاهدينا أكيد الناس اللي كتشوفونا تفرجوا عزيزة عليا تنتك تنعزك بزاف وتنقدرك والله إلا أنا كذلك والمعزة ديالك باينة أنني لبست أحسن قفطان عندي وجيت لعندك يا سلام يا سلام جاك واعر تبارك الله الله يطول عمرك ميزاجور 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 أبدل العناوين كتختاري شي عناوين واعرين هذا من كلماتي وألحاني كلماتك وألحانك كتكتبي وكتلحني بعض الأحيان أكيد كتحتاجي بعد مره ديري الميزاجور لحياتك دائما انا كندير ابديت دائما تقدر تلقى زينه اليوم واحد السيمانه دير ابديت ابداني تلقى واحده اخرى واش ابديت الشكل ديالك والروتين ديالك كلشي كلشي ابديت الشكل ابديت الروتين ديالي ابديت مثلا مولف هذا العام كنسافر شي اماكن كنبدل كنغير يعني عزيز عليا التجديد تقدري ديري ابديت لوجهك بحال اللي كيديروا بعض الفنانات لا, لا لا انا ماشي ضد لا ودابا انا ماشي ضد واش تقدري ديري ميزاجور لوجهك تمشي تشوفو غدا شوفني شانجي زوينه كنضحك كنضحك زينة الدودية زعما شي حماق ما يلاه كنكتشفوا اليوم تبارك الله عليك الله يبارك فيك عادي عادي انت سبق وصرحتي بانك قلتي انا لست ضد عملية التجميل ولكن واش انت مستقبلا نقولوا مع مرور سنوات تبارك الله راك زينة باقا زينة الله يطول عمرك واش ممكن بعد كيبانوا تجاعيد كيبانوا عادي هذاك توي جمال ممكن ديري التجميل توي جمال تبارك الله كانوا فنانات كبار كوكب الشرق ما كانتش جميلة جمال الروح كانت كتبان لينا حنا جميله ذكرى الله يرحمها كانت ما كتبانش للناس زوينه ولكن كانت فنانه كبيره انا كنامن بالجمال الروحي ايه ديما علاش الانسان يدور براسو دير يعني العيالات يديروا داكشي اللي بغاو شوف فاش ما لقى راحته الانسان يدير غير ما يغلطش في حق نفسه وما يديرش حاجه يندم عليها بس حيت انا كندخل دابا كنشوف الله يسلمك كندخل بعض المرات هكا غير مره كندخل كنشوف شي وحده كتكون دارت شي عمليه وكتبقى تبكي ناري عواج ليا حنكي ناري عواجيني في واش ما فكرتيش نهار الاول ديري داكشي اللي بسيط ديري داكشي اللي تقدري يعني عادي كيديروا كاع الناس ولكن باش ديري شي حاجه اللي تغامري فيها كاين شي حوايج راه كيخلعوني انا بعض الاحيان كنشوف السوشيال ميديا كنلقى بنات 18 عام 19 عام كيقيسوا في وجههم ولا طوندونس هذه ما بقاش على قبل التجاعيد خصك تعرف هذه القضيه راه ماشي الناس كدير التجميل على التجاعيد راك خالطه رشيد الناس كدير التجميل للتغيير باش تشونجي اليوم ما عجبهاش هنا داير هكا كدير هكا نيف ما نقص نيف هرسو كتهرسو كتهرسو كيزرقوا العينين داك الشيء خطير ايوا ماشي مشكل يا ربي غير ما يتاداوش انت كتقولي انا ماشي ضد انا ماشي ضد لا ماشي ولكن انت ما ديريش لا انا ما نديرش اخويا انا اللي بغاني هك بغيني بتجاعيدي يبغيني كيف ما انا صافي هادي صراحه هادي خصها تكون عنوان ديال شي اغنيه بغيني اخويا اللي بغاني بغيني هك يبغيني كيف ما انا على انت دابا رشيد غادي تضطر منين تكبر اضطر دير عمليه تجميل تجاعيد باش يبغيك هذاك الانسان اللي معاك انا كنظن انا اللي بغاك بغاك سواء كنتي زين سواء سواء ما كنتيش زين انا لا قرايت ندير شويه ديال الزرع واخا تقرا واخا تقرا زرع شويه واخا تقرا دابا راه كلشي ولا كيزرع عادي اش كينوض لهم كيزرعوا الفتنه انا قالوا لي خصك تزرع شويه الحيه عندي خاويه انا شويه أنا لا لا بالعكس مزيان راه كاين واحد هذا واحد لو تريك كيديروه باش كي عادي نزرع ولا ما نزرعش لا سول المود شو راه يقول لك شنو دير تحية المتشو
زينة. نعم. راه تبارك الله قلت لك عندك لي فان من مختلف الأعمار. الله يطول عمرك. ماشي غير الفئة ديال الناس الكبار. نعم. ولكن كاين حتى واحد الشابة. شابة؟ هي شوية مسكينة مزاقلة. لا. والله إلا بغات تشوفك. يا شي ديكس من ديالها نصح عليك شعبي شعبي ديكس هادي بعتك ماشي تعتك العقلية ديالها شي راه داكشي اللي سعك شي واعر واعر ما عنديش مع الرجال كيف اخطو ويلي وي كيف اخطو ولا ما كيف اخطو يا سلام ذبايح مولانا والله الله والله الله والله الله لا لا يا لمي ما راني نبكي وهاي لا الله يا لمي ما راني نبكي وهاي لا حد حق نسي وصاد صاد 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 هي طونسو معدي تلمو سكر ولا ان بانان كي داير ما سمعتي ان بانان كي داير لاباس هاتي عصاكي هماك واش اسمي ليا واش سلمي ليا وعد ماكي باقا ماكي نسلم عليك نبوسك اكيد ياتي يا الفنانه شدي بوسي ريحتك واعره الله يطول عمرك ريحتك واعره دير الناس اللي بلب ود منهم لا علاش هذه كبيره الله يسلمك سمحي لي ما قدمتش لك راسي فاتحه الفوكونط فاتحه الفوكونط انا تزوجت بثلاثه طلقتهم بثلاثه بثلاثه خانوني معايا انا درت فوكونط وخانوني معايا غير خوني غير خوني هذه واعره واعره غير خوني غير خوني اللهم ندير فوكونط خوني معايا ها وصيفطته كاينه ثقه انا قدرتي شوفي بعد دخلت فقصوني علاش كتقل لا بغيتي تبقاي مزوجه علاش كتبقاي تفتشي وتي ملي هكا متصالح مع راسك علاش كتغني على الغدر اللي فتش كيجبر حنش واختي انا ما فهمتش انا داك الدمدم دي كتعرف غادي شونجي سمح نسمح بصح ما ننساش ما ننساش ولكن ما تفرقش معاه نجري على الاول ثاني ثالث اللهم قلب اختي ويلي انا الغدر مالي انا ناقصه قال لك انا واحد اللي خاني اذا انا ناقصه كتقول لي امي الراجل في قاع الدار راجلي وديالي ولا خرج ماشي ديالك لا زينة ماشي تاعتك ماشي تاعتك زينة الهضرة استمتيني استمتيني لا ما نصدمكش شوفي خليني نواكي خليني نواكي استمتيني أنا كنتمنى كل بنت بلادي وكل ولد بلادي يعيشوا مع بعضياتهم بضمير حيث الانسان كيبدل غير مكرف ما كاين والو راه غمره مرا راجل راجل ما كاين حتى حاجه عرفتي هي راه صعيبه راه كتقول لك الا مشيتي حدا قربات ليها كتقول لها اختي غاري غاري يا اختي لا تقديش عليه لا انا كنهدي حذاري اختي حذاري انا كنهدي تحيه خاصه للفنانه راويه والله يتهدوا كنغني وراي انا كنهدي لها تحيه عرفتي علاش قالت لك راويه نحروا نحير الجمل الا دار شي حاجه كره كتقولي صقعتي كاع اللي قلتي لي كره كتقولي كره كصعيبه وتغيري لا بيان سور كان غير ولكن انا الا كان كيحترمني ولكن لقيتي الخيانه لقيتي الخيانه لا انا ما يخونيش وراه بحال هكا كيتصيد لقيوك لقيوك ما يخونيش لا والو شو شو رشيد شو شو الان غادي نشوف واحد لو بيست اوف ديال مجموعه من الاغاني اللي قدمتيهم نشوفهم حالا مرحبا ونعاودو نتلاقاو معكم كحلمه احلى
قصيد فني كبير تبارك الله زين الدوديه الحمد لله. الان غنرجع لعند هند. نعم هند طبعا انت كيف قلت في الاول فنانه مكافحه اللي بديتي الفن وتقاتلتي ودرتي مجموعه من التضحيات وايضا معاناه كبيره عشتيها باش تحفري الاسم ديالك في الساحه الفنيه المغربيه. اكيد طبعا القصه كيعرفوها بزاف ديال الناس. نعم انك كنتي شابه عانيتي كثير. طفله خرجتي طفله من الدار. طفله 13 سنه وخرجتي من الدار. يعني لا فرحت بطفوله ولا فرحت بشبابي. نعم ولكن خرجت امراه ب20 راجل والحمد لله وصلت ل شكرا الحمد لله كان الهدف ديالي بين عينيا وربي وفقني ليه لانه علم على النيه ديالي اني خرجت غير باش نغني ما كان عيني في حاجه كنت بغيت غير نبي الاب ديالي الله يرحمه وخوتي اني انا راه بغيت غير نغني ما بغيت والو وهما كانوا خايفين عليا من الشارع لانه الشارع صعيب صعيب بالنسبه للمراه صعيب بزاف الان تبتي لهم انك تبارك الله قدرتي انك ديري اسم ديالك تبت كل شيء الا با الله يرحمه لانه توفى الله يرحمه قبل ما يشوف. نعم نعم هند عندك بنيته. نعم الله يخليها لك سميتها اميره. نعم كتشوفيها كتجلسي معها هي ماشي عندك تحيحات عليا لا في ظل هاد يعني هاد التنقلات اللي عندك والسهرات والحفلات واش كتلقاي الوقت للبنيه ديالك؟ ضروري يا رشيد ضروري تخلق وقت لوليداتك ضروري عطيني يعني حلاوه لحياتي انا بنتي ما كنحسش بالحلاوه كاع ضروري خصني نعنق ونبوس ونطلب ونبوس اليدين ونبوس الرجلين اميره هي اللي عندي ما عنديش الله يخليها لك الله يحفظك واش كتشوفي بان عندها واحد الحس فني كتشوفي بان عندها شي موهبه ولا لا؟ لا هي كترسم 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 بزاف هذه الموهبه ديالها كترسم ما القرايه كتقرا ولكن اكثر هي دائما كنلقاها كترسم دائما هي فان ديالك تعجبها الاغاني ديالك ولا عندها شي هي دائما آخر. كتسولني علاش ماما انا ما كنبانش معاك علاش ماما انا واش ما زعما في كاين المشكل ما كتبينيهاش بزاف لا لا ما كتبينيهاش نهائيا انا بغيت تبقى بعيده على حياتي الفنيه بزاف ديال الفنانين واخدين لا هي بغيت تشق طريقها بوحدها ما بغيتش تاثر بيا نهائيا يعني مثلا في الدار ما كنلقاش كتغني في الموسيقى ديالي ولا في الغناء ديالي ولا لا 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 كنمشي الدار كنلقاها كتغني في لونجلي هادو ديال هاد الوقيته نقول لك كتهضر لي على حتى داك الشيء الكرتوني اللي كتفرج فيه غير داك الشيء الشين واو كوريين داكشي خطير نقدروا نعاود نسول مره اخرى هند نعم نسولك هند سول ماشي زينه سول نسول نعم واش هند ممكن تخوض تجربه الزواج مره اخرى نهائيا مره اخرى تعاوديش صافي انا تزوجت بنتي وميمتي الله يحفظهم لي ويحفظ لي اخوتي واخواتاتي والناس اللي كيبغوني وكنبغيهم بركه ودوزنا حقنا صافي الله يجعل البركه يجعل البركه هذا قرار واش كان عندك شي احباط ولا شي حاجه نهائيا واللي ما نهائيا لا نهائيا شوف يا الزواج يا الفن صعيب تجمع ما بين صعيب الزوج. صعيب بزاف صعيب شكون هاد الراجل اللي غادي يقبل انت مسافره هنا طياره هنا وطياره هنا كل مره في مدينه كل مره في هذا هو المشكل هادشي علاش بزاف ديال الزيجات مع الفنانين ما كتكملش بزاف ما يمكنش تيكون يا اما المراه ما كتقبلش يا اما الراجل حتى هو كيعيا واحد الوقيته كيقول لها وحتى ملي كيكونوا بجوج في نفس المهنه كيكون تضارب رشيد حتى ملي تيكونوا من نفس الميدان نفس الميدان كيكون تضارب نفسي تضارب نفسي ناسين على نفس الفراش كل واحد كيفكر بال عندي كل واحد كيفكر في الشهره وكل واحد كيفكر في معليش الشهره صعيبه الشهره كتعطيك اشياء وكتسلب منك اشياء اخرى هي الشهره بعض الاحيان نعمه وبعض الاحيان نقمه انت كيفاش كتشوفي؟ ناخذوا منها النعمه والله يبعد علينا النقمه. امين. امين ان شاء الله. إلا سولتك هند عطاتك الحياه داك الشيء اللي بغيتي ولا مازال كتمني؟ الحمد لله ربي عطاني اكثر من اللي تمنيت رشيد. يا سلام. الحمد لله. تربي وشكرته. الحمد لله. في العالم ديالي كنعيش فيه ربي عطاني الحمد لله كل شيء عطاني صحتي سلامتي. عطاني رزقي رزق الناس كيعيشوا معايا عمر ربي ما خيبني عمر شي حد ما قصدني وخليته دائما كنحس ان ربي دائما اللي كيقضي الله حوائج الناس على ايديه فهذا من المحببين عند الله
على ما أظن، على ما أظن. زينة، احنا في بداية الحلقة هضرنا على القفطة المغربية وعلى التمغربية، نعم، وتجبدك بالأصالة المغربية اللي كانت تهتز، نعم، بها كاملين. نعم. اليوم غادي نرجعوا نغنيو، طبعا الشعبير هو مغربي، نعم، من الأصالة المغربية. صح. اليوم بغيت من عندك أغنية مغربية اللي غناها العمالقة ديال أجداني. أجداني. لاش مشيت؟ لاش مشيت؟ يلا. وزادوا بيا رجليا وزادوا عيني، زينة الدودية غندير معك الآن واحد اللعبة ديال الكاستينغ. مرحبا. هذه فيها صور ديال الفنانين. هاد الفنانين هادو غادي نقول لك إذا كان عندك مشروع ديو. وكان خصك تختاري بيناتهم، شكون اللي غتختاري؟ مرحبا. غادي نبقاو نحطوا في الصور حتى غنوصلوا لواحد في الأخير. واخا مرحبا. أوكي يلا. سعيد سناجي. سعيد سناجي. سلطان الطرب. صفيقة حارة عليا. تحية ليه. بو هالي. سعيد عزيز عليا بزاف. سعيد سنهاجي ولا ولا عبد الله الدودي؟ سعيد سنهاجي. سعيد سنهاجي. عزيز عليا. سعيد سنهاجي ولا حجيب؟ سعيد سنهاجي. سعيد سنهاجي ولا الشاب خالد؟ الشاب خالد. شاب خالد ولا محمد رمضان؟ شاب خالد. شاب خالد ولا أسماء المنور؟ أسماء المنور بيان سور. أسماء المنور ولا لطيفة رأفت؟ أسماء المنور. شكرا ثقة على زينة الدودية. انا قاعد الفنانين كنحبهم وكنبغيهم، ولكن الاختيار وما انا كنتمنى نغني معهم كاملين وكنحترمهم كاملين. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شي خاصه لزينه الدوديه. الله يبارك فيك. غادي نعطيك دابا واحد الفيديو وبغيتك تعلقي عليه. مرحبا. هي اللي ولدتني وهي اللي ملي خرجت للزنقه هي اللي سمعتني، وملي كنت كنبات برا حتى واحد ما كان كيتفكرني ولا كيفكر ليا كيفاش كلت واش شربت. ملي اختاريت انني نوصل للهدف ديالي، لان الاب ديالي كان كيصلي وكان ملتزم، هو خوتي وخواتاتي. الوغ انا تسميت كما كنقولوا بالمغربي هاد العوجه، واخا العائله ديالي واخا كلشي هضر عليا مال هضر عليا خايب، كانت امي ديما معايا وديما كتشجعني وديما كتقولي لي كتقول لي تهلاي في راسك وكولي، وكتهز الفلوس من الدار واخا المصروف يعني، وكانت الحاله على قد الحال. هي امي امشي بوحدها الوحيده اللي ما سمحتش فيا واللي كانت ديما كتوقف بجنبي. هذا فيديو ديال اللي كنتي كتحكي فيه على القصه ديال المعاناه ديالك. حبيبتي هذيك، هذيك امي واختي وبنتي واخويا وكل شيء، حياتي امي. شنو تقولها اليوم من رشيد شو؟ وجهي لها واحد الرساله هي الكاميرا اللي كانت كتشوفنا. الله يشافيها وتعطل العمر. واليوم انا بغيت نجي نشط معاكم، بغيت دائما نشوف الفرحه في وجهها. الله يحفظك ليا امي انتي وخليك لينا. زينة الدودية، قبل ما نمشيو للفقره ديال الجوكر، بغيت
نسمع شي حاجه منك لانه ما سخيناش بالصوت ديالك بحضورك معنا. اكيد انا الجمهور تا هو كيستمتع معنا بهذه الاغاني. شنو تغني لينا قبل ما نمشيو للجوكير، قبل ما نتحاسبوا على داك الحيط؟ نغني لكم عيشه. يلا تصفيقات على دينا الدولي. Na 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 يا كنتي تقولي لي انا 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 احبابك وصحابك وما اخوتك يا كلمي ما مشيت للغربة وقصت عمامي وخوالي يا رميمة وقصت اصحابي يا رميمة ومن غيرك تحد ما قبل علي يا انا 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 كسوبي رميمة عايشة موليات الحنة موليات الليلة عايشة المويمة عايشة موليات الزيتون عايشة عقيدي مشطون عايشة وخبط في صدري عايشة نبكي على ظهري عايشة هشوك يا بدقوقة عايشة عايشة المويمة عايشة ويا مكسوبة عايشة وندب في صدري عايشة وخبط في صدري عايشة نبكي على ظهري عايشة عايشة بارك الله عليك زينة الدودية. زينة الدودية غادي قبل ما نمشيو لفقرة الجوكر غادي نشوف واحد لو بورتري نضحكوا شوية. مرحبا. درنا لك واحد المونتاج لي زانترفيو ديالك. هاد 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 الفرقة هادو ديما كيديروا شي حوايج ماشي ماشي أنا. أحياني. غادي نشوفوا هاد الشيء كامل في هاد الفيديو ونتلاقاو. مرحبا. زينة الدودية مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بيا معاكم. واش بصح الشعبي فيه الفلوس؟ بزاف. وشحال تقريبا؟ غير 20 درهم في النهار. علاش ما ديريش الحفلات في النهار؟ راه كتخلي الناس بلا نعاس. وانا ما توش نسو نتبقى ديما ساقين. وكي كيجيو كلمات اغانيك شي حاجه ليا خاويه. شنو الصفه اللي كتميز الفنانين؟ كنبكيو بزاف. واش كتفكري في العالميه؟ ايما كان حتى في الحلم ما نقدرش نتخيلها. شنو الحاجه اللي كتغنيها غير باش ديري الخاطر للجمهور وصافي؟ صنه العيطه. فاش كتكون الحركه هي انا في الفن باش كديباني؟ كنماكيو كنزو السكان كنصبغو الضفيرات. اخر مره شفتي شي منافس ديالك نجحت لي اغنيته شنو وقع لك؟ بقيت مريضه من موراها شي شهر ونص. وما ناويهش تعتزلي وتهني؟ مازال كنفكر نتردد ولكن ان شاء الله يكون خير. زينة الدودية مرحبا بك في الجوكر. مرحبا بك فيك. بداو بداو زينة الدودية. وصحيح ان رجل اعمال شهير كيلاحقك اي سهره كتحياها ودائما تبعك. الله يعفو عليه. واش هادشي صحيح؟ لا بصح. واش هذا معجب ولا شنو؟
هو كان طلب مني الزواج مية مرة ما هي زوج، ولكن أنا ما كنقول ليه راه لا وباقي ما باقي كتبعك ما فقدتش الأمل. هادشي كيخلق لك إزعاج في حياتك؟ شوية شوية. أوكي نشوفوا سؤالين بعد. نشوفوا سؤالين بعد. يلا. بالعكس. زينة الدودية، سبق وصرحتي أنك الفنانة الشعبية رقم واحد في المغرب، واش هذا غرور منك ولا؟ ماشي غرور، الأرقام التي هي اللي تكلمت عليها، أنا ما تكلمتش، الأرقام هي اللي كتكلم فقط. كما قلتي المنتوج ديالك هو اللي كيتكلم عليك، نجاحات كتكلم عليك. بالعكس أنت كتعتبري راسك الآن الفنانة الشعبية رقم واحد؟ كنستحقها. ماشي غرور؟ ماشي نهائيا، خدمت عليها. بالنسبة للجينيراسيون ديالي كنهضر، كنهضر على الجينيراسيون ديالي، يعني ما كنهضرش بشي حاجة أخرى. نعم. أوكي، نشوفوا السؤال اللي جاي. واخا. صح. زينة الدودية كان عندك حفل في إسبانيا. نعم. وقعوا مشاكل. نعم. وما تخلصتيش. نعم. ما توصلتيش بالمستحقات ديالك. نعم. ومع ذلك طلعتي وغنيتي. نعم، كان معايا مش ماهر كان يدير لي تحيه خاصه. ماشي غير مره، بزاف د المرات رشيد كيمشي وكيتنصب علينا، ولكن الجمهور ما عنده حتى شي ذنب. خصك تكمل. خصني نغني ليه، باسكو الغناء بوحدو والفلوس بوحدهم. اي الفلوس مهمين، ولكن ملي كتوصل للبلاصه اللي غادي تغني فيها وهذاك السيد نصب عليك، ما يمكنش حتى دوك الناس اللي جايين حتى هما يرجعوا. ما كتجينيش. باقي شي نسمعوا اخر سؤال الا تقدري تجاوبي عليه ان شاء الله. بصح ما غتستعمليش الجوكر اليوم نهائيا. زينة الدودية سمعنا بانك تلقيتي عروض لاحياء حفلات في الجزائر مؤخرا. نعم. ورفضتي، واش هادشي صحيح؟ بصح، لاني انا كنشتغل في الجزائر بزاف، لان بصراحه انا كنحماق عليهم وهما كيحماقوا عليا، وحنا خاوه يعني، حنا خوت ما على بالناش بشي حوايج. السياسه كتبقى بلاصتها والمحبه كتبقى في بلاصتها، ولكن مع هادشي اللي واقع في البلاد انا مغربيه، واللي غتقيس بلادي غتقيسني. اما باش نمشي واخا مبالغ خياليه نهائيا لا. زينة الدودية شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. غادي نمشيو لاخر فقره في البرنامج، هي فقره الميكسر. مرحبا. مستعده؟ مستعده. يلا نشوفوا الميكسر بعد الفاصل. زينة الدودية فقره الميكسر. مرحبا بك زينة الدودية. الله يسلمك. باش بغيتي نصوب لك العصير بالحليب ولا بالليمون؟ الحليب. تفضلي بالحليب. اه راه غتكون شي اول ضيفه من نهار بدا البرنامج كتطلب العصير. حيت انا عرفتي علاش ما جاتني غريبه، لان الحليب ملي تخلط مع البصله كيعطي واحد الكو شويه. الدنيا هانيه ماشي انا ما بغيناش. لا غنجاوب على كل شيء ان شاء الله. ياك؟ بيان سور. زينة الدودية. نعم. لما تعطي لقب نجم الاغنيه الشعبيه المغربيه في صنف الرجال. انا قلت لك كنبغيهم كاملين، كنموت عليهم كاملين، ولكن انت قلت لي اختاري. اختاري. حجيب. حجيب. تفاح. يلا. وي. اي اي اي. فلفله. زينة الدودية. نعم. اشنا هو اعلى اجر تقاضيتيه من نهار بديتي في الميدان الفني؟ اكبر كاشي. اكبر كاشي. الفلفله ولا الكاشي؟ اختاري. اكبر كاشي اونيفو داش، واش باش نغني في اشهار؟ في اشهار، في اي حاجه. 300 مليون. شحال؟ 300. 300 مليون. تبارك الله.
غادي نعطيك جوج الاسماء تختاري بيناتهم. انت عندك جمهور في المغرب وجمهور في الجزائر. نعم. الا قلت لك شكون اللي عطى الفن الراي اكثر؟ الشاب خالد ولا الشاب حسني؟ شكون اللي عطى الراي اكثر؟ حيت الراي مع خالد مع حسني ما كاينش مقارنه. علاش؟ لان خالد كيغني واحد لالين اخرى وحسني كيغني واحد لالين. حسني كيغني سونتيمونتال وخالد دخل غنى الايت، دخل عند الكور وهذا يعني دخل العالميه. حسني يكون بقى حتى لدابا كان حتى واحد غادي يبان. اذا شكون اللي بان لك عطى اكثر الفن الراي؟ شاب خالد. شاب خالد. تعتقت اخويا فلتاس منا. الحمد لله قد الجهل توما لافوكا. يلا واش تيعجبك الدنجال الخضر؟ باذنجان. باذنجان الخضر. لحد الان راك غدا مزيان الحمد لله. زينة الداودية. نعم. الى جاتك سهرة في المغرب وسهرة في فرنسا، هنا غتلاقي مع الجمهور المغربي وتما غتلاقي مع الجمهور الجالية، وكان خصك تختاري لان جاتك الحفلة في نفس لادات وهادشي كيوقع. اشنو غتختاري؟ حفلة في المغرب ولا حفلة في فرنسا؟ فرنسا بدون تردد. حيت الجالية مساكن متعطشين والمغاربة الحمد لله ديما كنشوفهم. شوما التوم. هنا غادي هنا التومة وهنا الكيوي. وهنا غنعطيك سؤال على الفرقة الموسيقية اللي معك. نعم. باش نحصلك. احصلني. وهنا حاضرين معنا جوج من الفرقة الموسيقية اللي معك، تنحيوهم. رضوان ومروان وموتشو تاوايا، ندير لهم تحية. والسؤال. نعم. شكون هو العضو ديال الفرقة اللي تشتغل معك اللي مستحيل تخلي عليه؟ واخا تبدلي أي واحد ولكن كتقولي هذا الاسم مستحيل. واحد نختار واحد. هذاك اللي من هكا. هما الصراحة هما بجوج عندي واحد ولكن أنت قلتي اختاري واحد. وأنا أكيد غنختار الأكبر، ما يمكنش ما نختارش رضوان. وزينة الداودية. زينة الداودية كتفوز عليا في التحدي هذا. بالعكس بالعكس بالعكس. العصير. شو ما لبس الزوجية. شكرا لك. شكرا لك انت رشيد. معك انت اكيد انا بحال جاي عند خويا والدار عند خويا كنعتبر دوزام الدار ديالي الثانيه. شكرا لك على هذه الاستضافه وانت انا ما سخيتش بكم ونتمنى نكون كنت ضيفه خفيفه على قلوبكم. وباش ما نمرش مرور الكرام بغيت نقول لكل المغاربه نتمنى لكم السعاده، نتمنى لكم الفرحه، نتمنى من الله دائما تكونوا فرحانين. الهمره ما كيساليش، حاجة ما كتسالي في الدنيا الصحة راس المال. وكنتمنى نصيحة مني لكم، ما تبقاوش تخموا ليها بزاف وتضيعوا اليوم تبقاو تفكروا في البارح،
فكروا في اللي جاي وعيشوا عيشوا نهاركم وارتاحوا مع عائلاتكم، نقصوا شويه من التليفونات عافاكم، كان نموت عليكم مهما قلت مهما عبرت ما غاديش نوفيكم حقكم. شكرا للفرقه الموسيقيه اللي رافقتني اليوم، شكرا لولاد داوديه واحد واحد، شكرا للجمهور الزوين اللي بقى مرافقني حتى لدابا، شكرا لكم، شكرا لكل المشاهدين، شكرا لك رشيد، شكرا للقناه الثانيه، شكرا رشيد شو، شكرا بزاف من القلب زينه الداوديه، شكرا لك. في الاخير نبغيوك تسالي بشي اغنيه، شكرا أسماء مسرار وشعيب، شكرا شي اغنيه تسالي بها الحلقه. بارك الله عليك. اكيد هلا انا غنيو معايا باش نساليو كاملين. يا امي ما وشحال بكي هو على الغربه وتمراني، يا امي ما وراني غادي، يا تيات الله يفولالي، اسلم لا الله ياك كنا وعبد المنان الله 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 لا بايح مولانا الله 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 لا بايح مولانا. عندي يا امي غير انت، يا امي غير انت، عندي يا امي غير انت، شكرا شكرا لكم.